بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 17 من سلسلة دروس فقه السيرة النبوية لشيخنا الإمام الشهيد السعيد رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. الآن فرت قريش، والله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم ريحا وجنودا لم نراها كما أخبر في كتابه العزيز في سورة الأحزاب. والنبي عليه الصلاة والسلام جازى بني قريظة بخيانتهم بعد أن انتهت تلك الحرب الظالمة، وذلك التحالف المتحزب ضد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك، وهذا من معجزات النبوة، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن انتهت الحرب الدفاعية وبدأنا في مرحلة جديدة هي المرحلة الهجومية. وقلت ولست بحاجة إلى أن أكرر في كل مناسبة الدفاع والهجوم. الدفاع واجب في كل حال وعلى كل حال، لا يجوز للمسلم أن يسلم بلاده للكافرين، والهجوم أمر تجيزه الشريعة ويحدده ولي الأمر على حسب مصالح المسلمين. فالإمام هو الذي يقرر متى تكون الحرب وما أسباب تلك الحرب، وهو يعني تصرفه منوط بالمصلحة، والمصلحة هي المصلحة الشرعية. الآن بعد ذلك دخلنا في مرحلة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة، آخر سنة 6 للهجرة، أعلن أنه سيتوجه إلى الكعبة الشريفة معتمرا، فتبعه جيش كبير من المهاجرين، جمع كبير من المهاجرين والأنصار بلغ عددهم 1400 تقريبا. وأحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة وساق معه الهدي ليأمن الناس من حربه، يعلمون أنه يعني جاء مسالما لم يأتي محاربا، وإنما وليعلموا أنه إنما خرج زائرا للبيت معظما له. حينما وصل إلى ذي الحليفة أرسل عينا له من خزاعة، وخزاعة يعني كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام تقارب، وسنرى فيما بعد أن خزاعة ستدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل اسمه بشر بن سفيان، أرسله ليأتيه بخبر أهل مكة، وسار النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى غدير الأشطاط، فأتاه العين الجاسوس يعني الذي أرسله، فقال له: إن قريشا جمعت لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد قتالا في هذا الخروج، كان يريد بيت الله الحرام، فأراد أن يأتي من طريق آخر حتى لا يحصل صدام. فقال له رجل من بني أسلم: أنا يا رسول الله. فسلك بهم طريقا وعرا بين الشعاب، وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى إذا كانوا في ثانية المرار، وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، يعني كلمة حل حل يعني كلمة عربية تقال للناقة إذا ما أرادوا أن يزجروها، وربما في الكلمة العامية يقول: والله فلان لا يتحلحل من مكانه، ربما مأخوذة من هذا. فحلحل فلم تتحلحل يعني، فلم تتحرك، فقالوا: خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، يعني عصت أو حرنت أو هكذا شيء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني هناك أمر إلهي في هذا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على حفيرة قليلة الماء، فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش.
فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، كما قلنا في قضية دعوة جابر والعناق الذي ذبحه في يوم الخندق. قلنا إن سيدنا عليه الصلاة والسلام قد تواتر الخبر بتكثير الطعام والماء من يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، حتى قال الناظم: وأفضل المياه ماء قد نبع من أصابع النبي المتبع عليه صلوات الله وسلامه، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر، ثم باقي الأنهر. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر معه، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا ماء الحديبية ومعهم العود المطافيل، يعني يريد العود جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يعني يريد أنهم خرجوا لا يبالون بشيء، يعني هم يعني سيقاتلون لا محالة، يعني هان في أنفسهم المتاع والدنيا، وهذه العود المطافيل يحبها العرب، فحينما يخرج بها للقتال يعني كأنه يعني ميت لا محالة، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي استراحوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لا أقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني الموت، ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق بديل فحدث قريشا بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود يعرض على المشركين أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليكلمه في تفصيل ما جاءهم به بديل بن ورقاء، فقالوا له: دونك فاذهب. فذهب فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به بديلا، فقال له عروة: أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني تقاتل أهلك وتقضي عليهم، وإن تكن الأخرى فإني والله، يعني القتال، فإني لا أرى والله وجوها، يعني هكذا المشركون يعني همهم المظاهر، يرى أناس فقراء ويعني ضعفاء وكذا، وإني لا أرى أشوابا من الناس أي أخلاط خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ صلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا أبي بكر الأسيف الحليم، يعني خرجت منه هذه الكلمة الشديدة تجاه ذلك المشرك، وهي كلمة قبيحة بلا شك، ولكن كما قالوا يعني البلاغة مراعاة مقتضى الحال، هذا الرجل يريد إهانة النبي عليه الصلاة والسلام وإهانة أصحابه، أن هؤلاء ليسوا بشيء، هؤلاء يقاتلون عنك، فرد له بذلك. فالتفت قائلا: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: أما إنه لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لك فضل علي، ويبدو أنه يعني ساعده في دية في الجاهلية أو شيء من هذا، لكن أنا يعني لك فضل علي فلا أستطيع أن أتكلم. ثم جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، يأخذ بلحية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، يعني الدرع. فلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، فقالوا: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أيضا يعني أنا فعلت معك معروفا وأنا ساعدتك في هذا، يبدو أيضا دية كان في الجاهلية، فأنا يعني أعنتك على هذا. نعم، حيث عروة قتل قبل إسلامي 13 رجلا، فود هذا عروة المقتولين. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه،
فقال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا عروة المشرك يصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف أصحابه وشدة تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد أو رشد فاقبلوها. ثم إنهم أرسلوا إليه سهيل بن عمرو، يعني المفاوضات بدأت الآن، ممثلا عنهم عن قريش، ليكتب بينهم وبين المسلمين كتابا بالصلح. فلما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الكاتب، وكان علي رضي الله عنه فيما رواه مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن أكتب باسمك اللهم. فقال مسلم: والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. وفي رواية مسلم: فأمر علي أن يمحوها، فقال علي: والله لا أمحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام القادم، وليس مع المسلمين إلا السيوف في قرابها. فكتب سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ومن جاء منكم لم نرده عليكم. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. والتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكانت مدة الصلح بناء على هذه الشروط 10 سنين، لا إسلال فيها ولا إغلال، أي لا سرقة ولا خيانة، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه له أن يدخل فيه. فخزاعة قلنا كانوا حلفاء، يعني كانوا يعني بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بعض المودة، فدخلوا في عقد النبي عليه الصلاة والسلام. وبنو بكر قالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. ولما فرغ من الصلح والكتابة أشهد على الكتاب رجال المسلمين ورجال المشركين. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: قلت: ألست على حق وعدونا على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قلت: فلماذا نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. قال: أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلم يصبر عمر حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه فسأله مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يعصي ربه ولن يضيعه الله أبدا، فما هو إلا أن نزلت سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عمر فأقراه إياها. قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أصحابه فقال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا، وكرر ذلك ثلاثا فوجم جميعهم وما قام منهم أحد. يعني ليس معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رجاء أن يدخلوا البيت هم متعطشون لبيت الله الحرام وقد منعوا منه سنوات. فدخل على زوجته أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط الغم، يعني للشدة كلها كذا، يعني غاضب جدا، يعني وهو يحلق كأنه يريد أن يقتله يعني لشدة الغيظ. ثم جاء نسوة مؤمنات بعد انصرافه إلى المدينة مهاجرات بدينهن، بينهن أم كلثوم بنت عقبة، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن بدينهن. هنا الآن حادثة أخرى حصلت في ذلك الموقف وهي بيعة الرضوان. عثمان بن عفان دخل إلى مكة لينظر ليكلم بعض أصحاب النبي المسلمين، فتأخر حبسه قريش، يعني له علاقات معهم، حبسوه أخروه، فظن الناس أن عثمان قد قتل. فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى قريش قبل كتابة الصلح ليكلمهم في الأمر، فاحتبسته قريش عندها مدة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك أن عثمان قد قتل، فقال لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت شجرة هنالك، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد أصحابه الواحد منهم تلو الآخر يبايعونه على أن لا يفروا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عن عثمان. ولما تمت البيعة انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي بلغه من مقتل عثمان باطل. الآن التحليل، وهذا بداية الفتح. الله سبحانه وتعالى سماه فتحا وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وظاهر هذا كما رأيت الصحابة جميعا رأى كبارهم أن هذا شيئا من إعطاء الدنية في الدين. وكان عمر بن الخطاب يعني يذكر الناس بعد ذلك يعني بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالوحي، يعني يقول لو كنت أستطيع أن أرد في كلام النبي أنا ذاك لفعلت، ولكن ظهر بعد ذلك أن الأمر كان لصالح المسلمين. هذا الصلح كما ترون هو تدبير إلهي وفيه حكم إلهية عظيمة، حيث كان بداية الاعتراف الرسمي من قريش بدولة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء من الهدوء وفسح مجال لأناس عقلاء للتفكير. ولذلك دخل كثير من الناس الإسلام في هذه المدة التي كانت في الصلح. إذن هذا كان بابا ومفتاحا لخير عظيم، حتى قال الزهري رحمه الله ما فتح في الإسلام فتح قبله أعظم منه، يعني من صلح الحديبية. فهذه الهدنة قد وضعت الحرب أوزارها، أمن الناس بعضهم بعضا، حصلت مفاوضات لقاء محاورات، فكان خيرا عظيما للمسلمين. والبشرى الإلهية ووعد النبي عليه الصلاة والسلام بدخول المسجد الحرام قد تحقق، كما في سورة الفتح ذاتها لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهنا يظهر الفرق الكبير بين التدبير الإلهي الذي هو وحي النبوة وتدبير الفكر البشري. البشر جميعا والصحابة جميعا آنذاك يعني كانوا يريدون الدخول، الأمر الإلهي يعني منع من ذلك. فكما يقول السادة الصوفية سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، هناك تدبير إلهي لابد أن يكون.
هؤلاء، وهذا يحصل معكم كثيرا معنا ومعكم، تنوي الخير فلا تمكن منه، طب كتب لك الأجر. يعني أمرنا أن نعبد الله بالأسباب ليس بالنتائج. هؤلاء الذين ساروا كل تلك المدة وفي الحر الشديد والتعب طمعا في الدخول إلى البيت منعوا. إذن أنت تعبد الله كما يريد وليس كما تريد. أيضا قضية تساهل النبي عليه الصلاة والسلام معهم في الشروط، إنه كان يسير بالوحي، ونظرته عليه الصلاة والسلام أيضا أبعد، يعني اعتراف له سلم هدنة، قال هؤلاء الناس يقولون أننا يعني قهرنا فدخلت البيت رغما عنا، لا نفعل هذا، تأتون في السنة القادمة. راعى خاطرهم في هذا الأمر، وكان ينظر نظرة أبعد، لا يريد إقحام هؤلاء وإفحام هؤلاء، لا، الأمر سيكون من الله تعالى لا محالة، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من التريث. قضية خطورة أمر النساء، وهذا نعم أقف معه وقفة تحتاج إلى تأمل وهدوء. بعض الشيوخ الآن يحلون للنساء المسلمات أن يبقين مع أزواج كافرين، والأصل في الأبضاع التحريم، والله سبحانه وتعالى حينما ذكر ذلك قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، فلا يحل للمشرك الكافر المرأة المسلمة بحال من الأحوال، وهذا حكم إلهي دائم أبدا. ولا أعلم آية في التحريم أشد منها، أنا لا أعلم آية أشد منها، حيث جعلها بالجملة الإسمية المؤكدة بأنواع المؤكدات، لا هن حل لهم فلا ترجعوهن للكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم تجد بعد ذلك شيوخا يفتون الناس بأن المرأة المسلمة تلبث مع زوج كافر، مخالفين بذلك الإجماع، مخالفين بذلك النص، غاية ما في الأمر والتيسير. طيب تيسير بما يخالف النصوص؟ لاحظ أن المعاهدة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاء الاستدراك الإلهي إلا النساء، النساء لا يرجعن الكفار بحال من الأحوال لخطورة هذا الأمر. قضية من عاد كافرا إلى قريش لا مرحبا به، ولم يعود أحد على حد علمي، لم يعود أحد، أو إذا كان شيء لا يذكر، إذا كان شيء من هناك ربما إنسان ضعيف الإيمان فلا خير فيه. أما من أراد أن يعود أن يسلم من قريش ممنوع عليه، لابد أن يرده إليهم عليه الصلاة والسلام. حصل هذا. أبو بصير أسلم، فأرسلوا في طلبه ليستردوه، فسلمه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، والصحابة ينظرون، وكان معه أيضا أبو جندل، أيضا من هؤلاء المسلمين من أهل مكة. هرب أبو جندل ثم لحقه بعد ذلك أبو بصير، فشكلوا خلية قطع الطريق على قريش. أنا لست مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما شكل هكذا عصابة تتعرض للقرشيين لأنهم أعداء له، هم كافرون وهو مسلم، حتى أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه الرحم أن يقبلهم فيه، يعني هم هكذا تنازلوا عن هذا الشرط لأنه لم يكن في صالحهم بعد ذلك. هنا أيضا حادثة لم يذكرها الشيخ، يعني وهو حينما جاء سهيل للنبي عليه الصلاة والسلام قال سهل الله أمركم، فهذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعجبه الفأل الحسن. كذلك قضية عروة بن مسعود وما حصل، وهذا الأمر المقلق للحشوية والوهابية الذين يعني يمنعون التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ الصحابة ماذا كانوا يفعلون، كيف يتبركون بفضل وضوئه، وكانوا يقتتلون عليه، وهذا فهذا التبرك أمر ثابت
لا محالة، وفيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا وجدنا في المعركة بعض الأحكام الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام استعان بغير المسلمين في غير القتال، مثل حين أرسل بشر بن سفيان عينا وقد كان كافرا، وهكذا. فلا إشكال في الاستعانة ما دام لصالح المسلمين وكان تحت سلطان المسلمين وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعار أسلحة وشيء من هذا يعني كما هو معلوم. أيضا قضية الشورى، النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، لكن هذا الشورى كما قلنا مرارا هي معلمة وليست ملزمة. فالإمام المجتهد لا يحل له أن يقلد أحدا، فرأى المصلحة مع في مشورة الصديق يعني أخذ بها عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا والصحابة حوله قيام، وقد سبق أن قلنا إن هذه من هيئة ممنوعة لما فيها من التعالي وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشرع لنا تشريعا أن في مقابلة الكافرين وفي إظهار العزة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم الدين وشعائر الدين، بل الخيلاء كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه، إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، فمع الكافرين يعني يفضل تعظيم النبي وتعظيم الشعائر، وكذلك الأشياء التي هي نوع من الخيلاء والمظاهر الآن يسمونه الآن ما يسمى النظام المنظم في الجيوش والعروض العسكرية التي تكون هكذا مدققة منظمة وتمشي كأنها قطعة واحدة، كل هذه فيها رسائل إيحاء إلى الآخرين يعني أن هذا الجيش قادر على فعل ما يريد. نعم. وكذلك هنا مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم، ولكن بما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 10 سنوات، والهدنة يعني خلاف الأصل مع أهل الحرب، فهناك من الفقهاء، طبعا هي بلا شك جائزة عند جميع العلماء، ولكن هناك من العلماء قال لا تزيد عن 10 سنوات. نعم، وهي راجعة إلى مصلحة المسلمين. الشافعي وأحمد قال نص على أنه لا يمكن إلا أن تكون مدة معلومة، يعني هدنة مفتوحة مدى الحياة كما فعل بعض العرب مع الصهاينة، هذا أمر يعني لا نعرفه. الشروط في الهدنة صحيح وفاسد. الفاسد هو ما خالف النص من الكتاب والسنة، فحينما جاء فالله سبحانه استدرك على نبيه عليه الصلاة والسلام وصحح له في قضية النساء. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وبينا هذا. كذلك قضية الإحصار في الحج والعمرة، يعني إذا أحصر الإنسان في الحج والعمرة فماذا يفعل؟ طبعا على خلاف بين الفقهاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا تحلل بالنحر وقضى من قابل، وهذا قضية التحلل والقضاء من قابل لا خلاف فيه ولا نزاع بين العلماء، لكن كيف يكون الإحصار وهل يوجد اشتراط في الإحصار أو لا يوجد، تلك أحكام فقهية نأخذها إن شاء الله تعالى في دراستنا للفقه الإسلامي. وبهذا نكون قد انتهينا من قضية صلح الحديبية والفتح الذي فتحه الله تعالى بذلك الصلح. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن غزوة خيبر، ومن عنده سؤال نجيب عن سؤاله، ومرحبا بكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.